ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الهبل اللي بتعمليه ده؟ ما تهدي كده وفهميني في ايه؟ عايز تعرف حبيبه القلب كانت مع مين؟ كانت مع حازم. وايه اللي دخل حازم في الموضوع؟ هو الموضوع ده مش خلصنا منه خلاص ولا ايه؟ لا ما خلصناش منه. انا وهو كان ممكن نرجع لبعض لو انت ما عرفتوش على سلمى. حتى لو ما كانش اتعرف على سلمى عمره ما كان هيتجوزك، عارفه ليه؟ عشان ما بيحبكيش. زي ما سلمى ما بتحبكش كده، صح؟ فضلت تجري وراها زي العيل وهي مش معبراك لحد ما جه حازم وخدها منك. لو عايزه تعصبيني بكلام العيال ده مش هتعصب. ما طبعا، عشان انت ما عندكش دم. اللي يشوف حبيبته مع راجل تاني وما يعملش حاجه يبقى راجل بارد. ولما ده حصل مبقاش في حاجه في تفكيري غير ان انا عايز انتقم. انتقم من اللي اذاني او اللي انا كنت فاكر انه اذاني. مبقاش فارق معايا اي حد من اللي حواليا، حتى اللي بيحبوني مبقوش فارقين معايا. بس بعد كده عرفت اني كنت باذي نفسي وبدمرها قبل ما اكون باذي حد غيري. الاسبوع ده لو خلص وما وصلناش لحاجه انا هدوني حاجه من الاثنين، يا بلغ الداخليه باللي معانا يا هديهم الارض. ادهم انت بتضيع كل حاجه احنا وصلنا لها. ايه بقى اللي احنا وصلنا له؟ ها؟ ايه اللي وصلنا له؟ روايه تقليد مكتوب فيها مصايب، احنا قاعدين بنتفرج عليها وهي بتحصل في الحقيقه ومش عارفين نعمل لها حاجه، ولا حكايه حازم وهو بتحاول من ضابط شرطه لتاجر سلاح؟ طب ممكن ناخد فرصه تانية ولو ما وصلناش لحاجه نبقى نسلم الهارد والروايتين؟ تمام ماشي. رد على التليفون ده بس تاني. الو ايه يا حسام؟ اخ شكري اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. ايه اللي انت عملته ده؟ المفروض تضرب جامد قوي المره دي. الجهاد يحتاج منا عطاء كثير وبذل دماء. اصح بس دي بذل دماء ناس تانية مش دماءكم انتم. كفار كفار. طب والسوائل الماده مش مسلم برضه ولا؟ اخ شكري انت مع مين بالظبط؟ انا ومصلحتي. واعتقد بقى ان مصلحتك معانا وانت عارف كده كويس. ليه بقى حاسس بكلامك انك معترض على اللي احنا بنعمله؟ انا مش معترض على حاجه، انا ما مصلحتي الشخصيه، مصلحتي الشخصيه وبس. ما بحبش اغلفها بشعارات فارغه وفاضيه. احنا في مركب واحده، ما اعتقدش دي نقطه خلاف بيننا خالص. خلينا في المهم. بالظبط كده. في بعض الاسلحه هنحتاجها الفتره الجايه، بس المره دي انواع محدده وبالقطعه. انا عارف انك هتحتاج وقت لتجميعها. ما تقلقش شكري دايما جاهز. بس التسليم المره دي في القاهره مش عندي. انت ناوي على ايه المره دي؟ هبلغك بانواع الاسلحه واول ما تبقى جاهز قول لي. سلام. سلام. يلا. يلا يلا يلا. يلا نفذ اللي قلت لك عليه. ودي يا فندم احداثيات مكان الحادث، حصلت بالقرب من الحدود الليبيه. يبقى اكيد المكان ده قريب من معسكرهم، عايز طيارات تطلع تقوم حوالين المنطقه دي كلها وتنشطها وتجيب لي تقرير بيه. عيوننا من اهل المنطقه بيبلغونا ان هم بيشوفوا في اغلب الوقت عربيات مسلحه، وكمان بيشوفوا ناس شكلها اجانب. العناصر دي كل يوم بتبعد عن ايدينا، خطرها بيزيد. يا باشا، في اخباريه يا باشا جات لنا من واحد من سكان منطقه ابو منقار في الوادي الجديد، بيقول ان في مجموعه معسكر قريبه قوي من بيته. لما شافهم شاف منهم اجانب كتير لابسين لبس كده شبه لبس داعش. خدي المسيرة كله. حلو. صباح الخير. صباح النور. رايحة فين بدري كده؟ في بنت من اللي كانوا في دار الأيتام اتصابت في الحادثة. وطول الفترة اللي فاتت دي كانت في غيبوبة. بس عرفت إنها فاقت امبارح، فلازم أروح أشوفها وأطمن عليها. ربنا يطمنك عليها يا رب. ربنا يكرمك يا بنتي. على فكرة الخير اللي بتعمليه ده هيقعد لك عند ربنا ومش هيضيع، هيكرمك عشان كل طفل بتساعديه. والله يا طنط أنا بفرح لما بقعد معاهم أكتر ما هما بيفرحوا. يلا أنا هروح بقى عشان ألحق. على فكرة أنا هرجع الفيلا التانية. باي. بقول لك إيه يا سلمى؟ أي يا ماما؟ هتيجي يا بنتي نرجع بيتنا بقى. بس يا ماما الدنيا مش أمان، وبعدين مش عارفة إحنا لو رجعنا إيه اللي ممكن يحصل. خلاص يا بنتي بلاش نرجع. بس بقول لك ايه، انا بنتي محتاجه حد يساعدني، انا كبرت. طب ما انا قلت لعم شعبان انت لو احتجت اي حاجه ممكن يعملها لك.
عمي شعبان ده عايز اللي يساعده، ده راجل كبير يا بنتي، انا ما اقدرش احمل عليه. ماشي يا ماما، هرجع لك هدى، بس اطمن بس ان الدنيا تمام وفاهمه ان هي ما تعرفش حد مكان الفيلا. شكرا. سليم باشا، ده تقرير تحركات نوع هاني معزت بيه، وفيه كل حاجه. كل حاجه خالد يا باشا، الموضوع مش مجرد بيروحوا فين وبيجوا منين، لا، بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، بيناموا امتى كمان. برافو عليك. ماشي، اتكل انت على الله. تمام يا باشا، تمرني بحاجه تاني؟ لا شكرا. كان على دوريان اكتساب ثقة كل من يقابلهم حتى يستطيعوا إكمال طريقه، وكان ينجح في ذلك بسهولة. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، مش هنقعد نحمل طول الليل، يلا الهمة، يلا 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 على طول على طول. ايه، مش هتطمن على السلاح بتاعك؟ خلاص بقى عم ادريس بقى، انت ما نسيتليش الحكاية ولا ايه؟ خلاص، عندنا في مصر مثل بيقول، مش عارف انت تسمعه ولا لا، يعني بيقول اللي ما يعرفك يجهلك. عارفه طبعا. يلا انت بقى روح اطمن على فلوسك. يلا. ايه انت كده زي ما بيقولوا عندك في مصر تشتمني؟ ليه بس يا عم ادريس، لا سمح الله، اشتمك وانا اقدر؟ في شغلتنا دي يا حازم الخيانه تمنها موت، والكلمه بتكون دين عليك، اللي يشتغل معاك ويتعامل معاك لازم يطمن لك، وانت هيبقى لك مستقبل معانا. السلام عليكم. مع كل خطوة صغيرة له كان دوريان يتعلم الكثير منها، ولكن كانت تخيفه بأنه يغوص أكثر وأكثر في الوحل، ولكنه طريق بلا رجعة. إلا أن سرعة لقائه بالخادم البار ومحاولة كسب ثقته أخرجت دوريان من تساؤلاته وأعادته لرسم صورته الجديدة بإتقان. تمام كده يا شيخ ياسر. أنا مش شيخ. طب لما عاوز اندهك اقول لك يا ايه؟ يا اخ ياسر؟ مش لازم تندهلي خالص. الغرض من المقابله تسليم وتسلم البضاعه. واحد في تسلم ايه من غير ما ننده على بعض؟ تمام. عندك حق. عندك حق يا اخ. يا اخ ياسر. الغرض هو التسليم والتسلم فعلا. بالاذن. انت فل. شد حالكم شويه يا اخوه. كلما ازدادت لقاءات دوريان بالخادم البار زادت رغبته في كسب ثقته، فهو حصان طرواده الذي سيدفع به داخل اسوار جماعته. الى ان دوريان كان يتحين اللحظه المناسبه التي يستطيع خلالها امتطاء هذا الجواد الوفي. الله، ده انت رجليك خدت علينا بقى. انا مش جاي اتخانق ولا اعمل نمر، هما كلمتين. طب اتفضل. انا ملوش لزوم. انا بحب سلمى ومش هسمح لاي حد انه يقرب منها. طب وانا مالي انا من الكلام ده؟ انا عارف ان انتوا الفتره دي قريبين من بعض، وعارف انها شكه فيا، بس راجل لراجل انا مش عايز غير مصلحته. صدقني مش عايز غير مصلحته. ماشي يا سليم.